إذن مشاهدينا الأعزاء قناة ريف تي في أينما كنتم، كنرحبوا بكم في هذه التغطية الميدانية بمناسبة تنظيم المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بمدينة الناظور. غنستضيفوا السيد رئيس الغرفة الجهوية السيد إدريس بوشوالة أولا للحديث عن المناسبة ديال الافتتاح، ثم نطرح أسئلة مقتضبة. مرحبا بك السيد رئيس في قناة ريف تي في. أهلا وسهلا، وكنشكر قناة ريف تي في على هذه المبادرة ديال التغطية ديال الحدث افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بمدينة الناظور. إذن سي بوجوالة كيجي يعني في المعرض الجهوي بمنطقة الشرقية، أولا تحدثوا لنا على الأهداف العامة للمناسبة ديال تنظيم هاد يعني النسخة الأولى من يعني من نوعها في مدينة الناظور بالضبط. بالنسبة للافتتاح ديال المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بمدينة الناظور عنده واحد الخصوصية، عنده الخصوصية ديالو، كتعتبر اليوم بأنه انطلاقة الافتتاح اللي درناه اليوم في مدينة الناظور انطلاقة المعارض أخرى اللي غتكون في جميع الأقاليم التابعة لنفود جهة الشرق. وحنا بدينا بمدينة الناظور، لأن كتعتبر بمثابة القاطرة الاقتصادية لجهة الشرق لعدة اعتبارات: الواجهة البحرية، الكثافة السكانية، الاقتصاد اللي عندها، يعني كثافة كذلك على مستوى الجالية المتواجدة بالخارج. كل هذه كيعطينا بأنه مدينة الناظور كتاخذ الصدارة في المجال الاقتصادي. بالنسبة للمسألة الأخرى اللي اختارينا هذا يعني افتتاح في هذه الظروف الخاصة، لأنه في شهر 12 كتعرفوا بأنه الحركة ديال الاقتصاد أو الحركة ديال الرواج التجاري بصفة عامة كتكون ما تكونش فيها ما يكونش إقبال، ولكن درنا هذا المعرض باش نفتحوا المجال للعارضين باش أنهم يكون عندهم واحد رواج اقتصادي ويحاولوا نعطيهم واحد النفس جديد باش يروجوا للمنتوجات ديالهم، خاصة واننا اللي كما كنشوفوا احنا ركزنا على اقليم الناظور، الناس الصانع التقليدي ديال اقليم الناظور، وضفنا له بعض يعني الصانعين اللي في متواجدين في الاقاليم بالاضافه الى يعني منتوجات اخرى يعني قليله، ولكن باش ياخذوا واحد لينا هذه المنتوجات اللي جايه من اقاليم اخرى ما كاينينش في مدينه الناظور، باش اولا ياخذوا فكره على المنتوجات الخارجيه وباش يستافدوا، لان احنا عندنا واحد استراتيجيه باش الحرف اللي متواجدة في أقاليم أخرى وما كايناش في مدينة الناظور، إن شاء الله على حساب الاستراتيجية ديالنا غادي نديروا واحد المبادرة تكوينية لفائدة الصانع التقليدي باش جميع المنتوجات اللي غتكون على الصعيد الوطني تكون متواجدة عندنا في جهة الشرق. طيب سيد الرئيس، يعني في واحد لافيش تكنيك ولا بطاقة تقنية بالنسبة للمعرض، يعني المنتوجات اللي كاينة ولا العدد يعني المدن ولا الأقاليم ولا الجهات اللي مشاركة يعني في 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 بطاقة تقنية؟ لا، بالنسبه حنا احنا كما قلت لك احنا ركزنا على اقليم الناظور، لان احنا علاش درنا المعارض لنا سابقه هذه على المستوى الوطني، ما كاينش شي جهه اللي يعني مبرمجه باش تكون معارض في جميع الاقاليم التابعه لنفود التراب ديالها، لان الى لاحظنا من قبل او على المستوى الوطني كتكون معارض جهويه في يعني كيديروها في مدينه وحده، يا اما في العاصمه يعني ديال الجهه او في كتكون مدينه اخرى في المرتبه الثانيه. احنا لا، احنا بغينا نديروا نوسعوا القاعده باش جميع الاقاليم غادي يكون فيهم معارض ديال الصناعه التقليديه، وهنا نركزوا اولا على الاقليم اللي غتكون فيه المعرض، وثانيا نجيبوا شي منتوجات يعني واحد نضيفوا لهم ديال الاقاليم الاخرى ولكن بواحد النسبه قليله، يعني واحد النسبه ما تفوتش واحد 10%، بالاضافه الى كاين منتوجات اخرى اللي يعني في ما كايناش قليله على المستوى الوطني، ارتئينا اننا نجيبوها باش الناس ياخذوا فكره وعلاش ما تكونش يعني نكونوهم باش حتى هما ينتجوا على المستوى الجهوي عندنا. طيب سيد الرئيس، يعني منذ توليتوا رئاسه ديال الغرفه الجهويه الصناعه التقليديه، كيفاش لقيتوا الواقع ديال الصناعه في الجهه بالخصوص الصناعه التقليديه، يعني الواقع والافاق ديالها، وشنو هي الفلسفه ديال الغرفه الجهويه بالجهه الشرقيه باش يعني من اجل دعم والرقي بواقع ويعني المستوى ديال الصناعه التقليديه بالجهه الشرقيه؟ بكل صدق، يعني بالنسبه للقطاع الصناعه التقليديه، انا القطاع الصناعه التقليديه كنشوفو على المستوى الوطني، ما كنشوفوش على مستوى جهه الشرق. يعني اللي كنشوفو في الساحه واللي كيناضل واللي كيجاهد هو الصناعه التقليديه. كاين هناك مبادرات ديال الدوله، كاين مبادرات في اطار الصناعه التقليديه، ولكن مع الاسف مازال ما وصلش للهدف ديالها. احنا بالنسبه لجهه الشرق جينا بواحد المنظور جديد، جينا بواحد الرؤيه،
جينا بواحد المخطط استراتيجي باش اولا نتصالحوا مع الصانع التقليدي وثاني نردوا له الاعتبار. هذا الاعتبار اللي غادي نردوا له اولا نقربوا منه نسمعوا بالمشاكل ديالو وثاني نعطيوه الدعم بواحد الطريقه معقلنه، ولكن هذاك الدعم ما يكونش دعم استهلاكي. هذا هو الاشكال اللي عندنا حنايا في المسائل اللي كنعالجوا بها قطاع الصناعه التقليديه. كنمشيو اننا ندعموه باش وذاك الدعم كيكون استهلاكي. حنا لا بغي اذا كان شي دعم عنده رؤيه عنده استراتيجيه باش اولا حتى الثقافه اللي غتكون عند الصانع التقليدي الثقافه اللي غتكون عنده ثقافه منتجه وثقافه ديال بعد النظر. ما يمكنليش انا درك الا لاحظتوا ان الصانع التقليدي القديم ماشي هو الحديث، لان الصانع التقليدي كان عايش بواحد الطريقه عشوائيه، ولكن ربي كان مسخر له وكان عطيه البركه وكان يعني استطاع انه ينمي الاقتصاد، استطاع انه يربي ذريه صالحه، لانه جميع ابناء الصناع التقليديون كلهم الا وكتشوفهم الناس اللي قراو وعندهم اخلاق حسنه، ودابا الدوله كتستافد منهم. شكون اللي عطى قيمه لذاك هذا الولد اللي ولانا دابا منتج؟ ذاك الاب ديالو اللي كان في قطاع الصناعه التقليديه. ولكن الان الامور تبدلت، دابا كاين منافسه، كاين العلماء، كاين تطور، كاين تكنولوجيا. دابا خصنا هذا الصانع التقليدي اللي غادي يجي درك احنا متاكدين باللي غادي يلقى صعوبات. احنا غادي نسبقوا الاحداث ونأهلوا هذاك الصناع التقليدي ونركزوا على التكوين التطور التكنولوجي. غنمشيو في مجال الصناعه التقليديه. الا كشفتوا الان منتوجات ديال الصناعه التقليديه كاين ابتكار، كاين اجتهاد، ولكن المردوديه قليله. اذا هذاك الصانع التقليدي اللي خليناه بوحده في الميدان اكيد بانه غادي يفشل. حنا غادي نشوفوا غنمشيو من هذه الزاويه بانه نهيكلوه ونأطروه ونشتغلوا معه في اطار تعاونيات. غادي شحال ما كانت يعني اشتغال في اطار تعاونيات مجموعه ديال الصناع التقليديون، نعطيك اليقين بانه ان شاء الله غادي نكونوا نحصلوا على نتيجه ايجابيه. اذا سؤال اخير سيد الرئيس، الريف جزء كبير منه وكذلك الجهه الشرقيه كتمول نفس الجهه، كاين مؤهلات، كاين ابداع، كاين موهبه لدى الصانع التقليدي، لكن كاين اكراهات اللي هضرتوا عليها كنتمنى ان شاء الله تجاوزوها مستقبلا على الدعم والتحفيز كذلك ديال الصانع التقليدي. شنو هي رساله لكل الصناع التقليديين اللي عندهم ابداع وعندهم معاناه اجتماعيه وعندهم اكراهات يعني كثيره، من رئيس الجهه الشرقيه للصناعه التقليديه ما هي الرساله ويعني اللي كتوجهها لجميع هاد المبدعين هادو؟ اولا حنا كنعتزوا وكنفتخروا بانه المنطقه ديال الريف تابعه لجهه الشرق، يعني هذا بالنسبه لنا واحد المفخره وكنفتخروا وكنعتزوا بها، لان المنطقه ديال الريف معروفه بمنطقه ديال النضال وديال الجهاد وديال المدرسه. خصنا نعلموا وليداتنا المغاربه بانه الانطلاقه نتاع الجهاد ونتاع النضال راه انطلقت في الريف، ولعل التاريخ كيشهد على هذا الشيء. الناس ديال المنطقه ديال الريف بصفه يعني احنا المغاربه الحمد لله كنتميزوا بواحد السمعه طيبه على جميع المستويات، ولكن الناس ديال منطقه الريف والجهه الشرقيه فين ما مشيت كيقول لك الناس ديال المنطقه ديال جهه الشرق الناس اللي فيهم المعقول وفيهم الصدق، وهذا هو اللي كنتميزوا به. وكاين واحد القناعه لان حتى تشوفوا المستوى ديال المعيشه احنا في المنطقه ديالنا مستوى بسيطه والناس قانعين، وهذا هو الميزه. الور النداء ديالي بالنسبه، عفوا على الكلمه ديال الفرنسيه، النداء ديالي بالنسبه للمنطقه ديال الريف. اذا ان شاء الله كاين هناك برنامج، كاين هناك مخطط اللي غادي يعود بالنفع لهذه المنطقه في اطار تكاملي، اقول تكاملي بين جميع الاقاليم ديال جهه الشرق. إذا شكرا مشاهدي ديال قناة ريف تي في، كنشكروا السيد رئيس غرفة الجهوية الصناعة التقليدية السيد رئيس بوجوالة على جميع المعطيات اللي عطانا، وكذلك كنتمناو آفاق مستقبلية إن شاء الله جميلة وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى المهني لكل المبدعين وكل يعني الصناع التقليديين والصناعات التقليديات بمنطقة الريف وبمنطقة الجهة الشرقية. شكرا لكم.